وتوقف قرأ عنقده لسانه. وهو من كبار مراجع أهل السنة، كاد يقتل وسجن وأوذي. الإمام مالك إمامنا ضرب حتى طبقت يداه وصار به سلس البول، ولم يضرب مسجد رسول الله لأنه دعا الثورة الزيدية. فتقاربهم مما قد يغير هذه العقلية المتحجرة عندهم، وهذا نحن نريده بعد 30 بعد 300 سنة، لكن مهم اليوم. شكرا. اقتراح أن تضاف مقترحات الشيخ عبد اللطيف ضمن مقترحات الشيخ إذا عندك يا كلامتي. أزين أنا أعتقد على موضوع التقريب بين المذاهب طرحت هذه الآراء. أعتقد أن في دكتور هذا الشيء بدا عندي وصاحب المقترح في موضوع التقريب بين المذاهب. فقط ملاحظة، يعني إذا أردتم أن تبتعدوا عن كلمة التقريب بين المذاهب باعتبارها يعني ليست الإطار الذي تريدون أن تدخلوا فيه، في عبارة بس يعني اقتراح، طبعا اقتراح غير ناضج في ذهني، عبارة طرحت في إيران وأعتقد ربما موجودة عندكم هنا في منشور الوحدة، هي مسألة الانسجام الإسلامي. كلمة الانسجام كلمة في اعتقادي جيدة، هي أفضل من حتى من الوحدة. الانسجام يعني مثلا الانسجام بين أعضاء البدن، البدن الواحد كل عضو من أعضائه له وظيفته وله عمله وله تخصصه وله توجهه، لكن هناك انسجام بين هذه الأعضاء في البدن الواحد. أو المجموعة الموسيقية التي تعزف، كل واحد يعزف على لحن معين أو صوت معين، ولكن من حيث المجموع هناك انسجام في الأصوات بحيث يخرج صوت واحد. فلو شئتم طبعا غير ناضج هذا الاقتراح أن يكون هناك كلمة الانسجام الإسلامي تستعمل أيضا، يكون شيء جيد في اعتقادي. شكرا. هذه موضوعات سياق. لكن سنكون هناك توصيتان في الجانب التصوري. اولا التاكيد على وحده الاسلام ووحده المسلمين وعلى وحده الرؤيه الى اخره، والتوصيه الثانيه عن التعدديه، ان هذه الوحده لا تلغي التعدديه في التاويل وفي التفكير وفي الاختيار، بس تكون التوصيه الثانيه بعد التوصيه. شكرا. في التوصيات اللي طرحها الشيخ خميس العدوي بشكل سريع، رجوع الناس إلى القرآن الكريم ودراساته، اعتبار السنة هي القدر المشترك بين الأمة، والرواية المنفردة مذهبيا تخضع للقرآن الكريم والسنة المتفق عليها والعقل والواقع وروح التشريع. ثالثا، ضرورة المراجعة لظواهرنا السلفية وفق منهج علمي موضوعي. أعتقد هذه في الصياغة العامة. ممكن أسمع شرح الثالث؟ نفس التشرح يا أخي. ماذا بعد؟ النقطة الثالثة هي تدعو إلى يعني مراجعة ودراسة تراثنا السلفي. طبعا معروف كل فريق وكل طائفة وكل مذهب، بل كل شخص له سلفه، لكن نحن لا ندعو إلى أن نلغي ذلك التراث، كما أننا لا يمكن أن نسلم بكل ذلك التراث، وبالتالي يخضع هذا يعني هذا التراث أو يعني ذلك الرصيد العلمي الهائل الموجود إلى منهج علمي موضوعي. المنهج العلمي الموضوعي قد يكون شرط إليه أيضا في قضية الرواية المنفردة، وهو وفق محكمات القرآن، وفق يعني محكمات العقل، ما اتفقت عليه الأمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا ما هو نحن محتاجون إلى دراسته ومناقشته من تراثنا. قد تكون قضايا كثيرة جدا إثارتها يعني أو إخراجها يثير البلبلة، وبالتالي نحن غير محتاجين أساسا إلى دراستها، وإنما نحن محتاجون إلى دراسة ما هو عملي وواقعي. هذا ما قصدته في النقطة. هذا الذي سمى الأخ إدريسي النقد الذاتي. نعم. يعني أن كل بالضبط يقومون بنقد الذاتي بالضبط، تضم إلى النقد الذاتي. لكن يعني فقط قد يعني أختلف في نقطة واحدة، وهو أنني لا أنقد ما عند الآخر. لماذا؟ ما هو النقد الذاتي ليس عند الآخر.
النقد الذاتي ما كان نحن انا ما عندنا نحن لكن انا ادعو الى هذا وادعو كذلك الى نقد انا يواضي انقد ما عند الشيعي لماذا لاني بالحقيقه اعتبر التراث الشيعي هو تراثي والتراث السني هو تراثي وهذا اعتقد ايضا استاذنا ايضا هذا داخل في الناحيه الموضوعيه في الدراسه الاكاديميه ان الانسان ليس فقط يعني يدرس ما عنده ويدرس ما عنده وما عند الاخر اخشى ان ذلك يفرق ولا يوحد على كل حال انا هذا الذي اريد ان اقوله يعني و يكفي النقد الذاتي ان شاء الله انا اتفق مع الدكتور الشيخ انه يجب ان يدرس المذاهب الاخرى مو انه يعني الان الدكتور قلت لنا تخشى ان هذا يفرق لا يقرب بسبب ان بعض المذاهب بجهلهم عن المذاهب الاخرى يصدقون اشياء كثيره لا يعلمون عنها في المذاهب الاخرى لذلك يجب ان الانسان يتثقف بثقافه المذاهب الاخرى الاستاذ يتكلم عن النقد وليس الدراسه طبعا والله هذه اللي انا فهمتها يعني لا لا بتكلم عن نقد المذاهب الاخرى هذا السجال والجدل يعني فكره المذاهب الاخرى الاخ والاخ داخله في بند اتفقنا عليه والانفتاح بند الاستاذ هذا الشارع عن الانفتاح يدخل في هذه النقطه انا اقترح تمشي البند الاول والثاني لماذا؟ لانه من عناصر التوحيد ان نجعل العنوان الاول لا اله الا محمد رسول الله لكن هذا لا يكفي لانه في نصوص في مرجعيات البند الثاني ان تكون مرجعيتنا القران والمتفق عليه من السنه فندمج بندين للاخ استاذ خميس في بند واحد المتفق عليه هو القران هذا موحد عند المسلمين والمتفق عليه من روايات السنه روايات العامه فيكون بند واحد في مداخله انا اعتقد ان نقد الاخر او دراسه الاخر نحطها في الاطار الاكاديمي بتكون اكثر موضوعيه من الاطار غير الاكاديمي لو اردنا ان نضيف هذه يعني دراسة اللي هو التراث الآخر يكون دراسة موضوعية في الإطار الأكاديمي. احنا قلنا دراسة أكاديمية. أعتقد أن هنا رايح يبتعد عن اللي هو الشحن الطائفي أو تجديد الصراع أو ما شابه ذلك. أعتقد بأن هذه نقطة البحث عن متفقات حول القرآن والسنة لن تؤدي إلا إلى باب مسدود لأن ما دمنا قد قبلنا وجود المذاهب ونحن نعلم أن للمذاهب رواة مختلفون ومفسرون مختلفون ونظرات مختلفة لنفس الآية والبحث عن جامع بينهم هو يعني في اعتقادي من باب المستحيلات وكأنما نريد أن نقول للمذاهب اعودوا إلى مذهب واحد لما اختلفوا؟ لأنهم اختلفوا في فهم السنة والقرآن فلا يعني ممكن أن تأخذ النقطة لا أدري أين يمكن تفضل نعم طبعا أنا لا أتكلم عن المتفق عليه في التأويل أو في التفسير فهذا من حق كل شخص أن يعني يقول رأيه في هذا الجانب طبعا نتكلم أنا ما قلت المتفق عليه من القرآن الكريم أو من تفسير القرآن الكريم القرآن الكريم هو أمر مسلم إذا قلنا إلى دراسة القرآن الكريم الرجوع إلى دراسته وليس الاتفاق حول تفسيره طبعا لكن نتكلم نحن عن أمر واقع في هذا الجانب ما هي أنت سني وإن سميت شيعيا وأنا سني وإن سميت إباضيا والزيد سني وإن سميت بالإضافة إلى أيضا السنة هم سنة كلنا سنة كلنا في الأخير ننتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عندما يعني على سبيل المثال من القضية ذكرت عندما أرى الذي يرفع ويضم أعتبر أنه هو مأخذ بالسنة والذي لا يرفع ولا يضم مثلا هو غير أخذ بالسنة هذه رواية لك أنت أن تأخذ بها ولك أيضا أن تناقشها في هذا الجانب ولكنك أنت سني لأنك تصلي بصلاتي هذا الذي أقصده أقصد على أنه في روايات متفق عليها بين المسلمين هذه القدر هي الذي نبني عليه في التقائنا وفي تعارفنا هذا الذي أردت النص وليس التأويل هذا ما أردت أقول أنا لازلت على مخاوفي
لأنني لم أجد بحرا متلاطما عند المسلمين كالسنة، وهي أم الكوارث بينهم. أنا إذا سمحتم فقط بإطالة، أنا معك ما يقول الأستاذ عيسى الشارقي، لكن إخواني نحن نحلم في الخلاف الأصولي للعشر درجات أن نحسن درجة واحدة. تعلمون أن الخلاف الأصولي يبدأ ب يختلف العالمان لأن أحدهما صحيح وصله النص أو لم يصله، ثانيا وصله ولم يصح عنده، ثالثا صح عنده ولا يراه وجه من أوجه الاستدلال، رابعا صح عنده وصله وصح عنده وجه ولكنه على وجه غير ذلك، واثنين ثلاثة خمسة كذا 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 ولكن رأى رأيا آخر عنده دليل آخر أرجح منه إلى آخر إلى آخر. فهناك عشر مراتب من الاختلاف، نحن نرفع المرتبة الأولى وهي الاختلاف حول وصول النص، نقول هذه النصوص وصلت إليكم، لا نحلم بذلك أن نحسم مشكلة التأويل، لا نحلم أن نحسم مشكلة الاستنباط، لا نحلم أن مشكلة الترجيح، لا نحلم مشكلة الفتوى، لكن فقط نحل مشكلة إنه هذه النصوص وصلتني ووصلتك وصحت عندي وصحت عندك في روايتي وروايتك، رجالها عندي وعندك ثقات، فنجعلها قاسمة مشتركة. قاسم مشترك، أرضي للنقاش، أرضي للاستنباط. بس أنا أحس أني كمسلم أنتمي إلى نص القرآن، نعم، لكن السنة يعني كيف نصلي في القرآن؟ لا يوجد في القرآن إلا أقيم الصلاة وزكاة، كيف نصلي؟ لا بد لنا من السنة من أجل العبادات التفصيلية والتي هي بعد من أبعاد انتمائنا للإسلام. فلهذا لا نستطيع إلا أن نتل هذا البحر المتلاطم بأن نتفق على مركب صغير داخل هذا البحر نركب فيه معا ولو في نزهة صغيرة. الأخ الشيخ خميس عند مصطلح هو يستنقذه، لكن ما يستنقذ نحن، لأنه عند السنة ما نعرفه بالسنة العملية والرواية القولية. فهنا يعني هذا إذا كنت تقصد السنة العملية يعني ما علم أن رسول الله صلى الله عليه قد قام به، فنعلم أن الرسول صلى ونعلم أن الرسول خطب الجمعة ونعلم هذه أمور صحيح. السنة العملية من السهل البحث عن حقائقها، الدواهي في السنة القولية لأنها سهل أن يكذب على رسول الله فيها، ولكن من الصعب أن يكذب أن الرسول قد فعل ذلك في يوم أحد، هذا يعني شهدته عيون وشهده تاريخ وأسسه واقع. هنا من الممكن أن يعني أن نصل إلى حقيقة مشتركة، ولكن أنا حذر من الدخول في السنة القولية. كل مذهب من المسلمين وضع أكاذيبه فيها، وهذه حقيقة يجب أن نسلم بها.